طيب سريعا كمان خليني اقول لكم لقطه مميزه انتشرت كمان امبارح على السوشيال ميديا. يوسف حسن لاعب منتخبنا للشباب ولاعب المقاولين العرب مواليد 2003 احتفل بهدفه في شباك النيجر بافتتاح كاس العرب زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره مع والدته في المدرجات. ودي حاجه بصراحه حلوه قوي. اللاعب ده اكيد يعني والدته كانت معاه ولفت وراه قد كده لغايه ما بقى موجود في منتخب مصر، فهو بيرد لها الجميل اللي هي عملته معاه. راح بعد ما الماتش خلص بالتحديد يعني راح حياها وسلم عليها واهداها الهدف اللي هو جابه في المباراه. ودي لفته انسانيه اكثر من رائعه، لان احنا عارفين اولياء الامور قد ايه بيتعبوا مع اولادهم عشان يطلعوا لعيبه كوره. فبصراحه يعني حبينا نشيد جدا باللقطه المميزه دي. طيب اللقطه الثانيه في دوري الدرجه الثالثه كانت زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت يا جماعه تقولوا لي الفرقه مين وكده، عشان انت بايونيرز مع مين؟ عمال المنصوره في دوري الدرجه الثالثه. ده المدرب بتاع بايونيرز، هو كان موقوف تقريبا. هي صوره مضحكه جدا، فجابوا اللودر ده وطلعوه على يعني طلع عليه عشان يقدر يتابع المباراه ويتفرج ويشوف الاحداث. فبصراحه اللقطه مش حلوه يعني، حتى لو دوري درجه ثالثه انت دي صوره بتنتشر على مستوى العالم، فبتدي او بتعكس شكل غير حضاري او شكل غير جيد عن الكره المصريه بشكل عام. يا ريت ان احنا ناخد بالنا من مثل هذه الامور. هي لقطه طريفه ومضحكه، لكن في نفس الوقت تزعل جدا جدا على حاجه ما كناش نتمنى ان احنا نشوفها في الملاعب المصريه حتى لو دوري الدرجه الثالثه.